يقول السائل: سبق في كلام لكم سمعناه أن لفظة يا غالي منتقدة عندكم، حيث أنها ليست دارجة في كلام السلف والعلماء العاملين، فما قولكم في الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في البنات: إنهن المؤنسات الغاليات؟ الحديث: ما أنكرنا على إخواننا هذه الكلمة، وقلنا إنه الأولى تركها إلا بعد معرفة أن هذه الأحاديث المذكورة في كلمة يا غالي ما ثبت منها شيء، لا حديث أنس ولا حديث يعني الذي في كسر ذلك اللي قال: تجدني إن شاء الله كاسدا، قال: لست بكاسد عند الله، زيادة لست بغالي عند الله، هذا لست أنك لكنك غالي عند الله لم تثبت فيها ابن لهيعة، وأبنى ضعفها كلها في ذلك الموضع، ضعف تلك الأحاديث، سواء كانت رواية معمر أن ثابت في الحديث الذي عند أحمد وقد أنكرها بعض أهل العلم يعني، وكذلك أيضا مع أنكاره لها أيضا رواية معمر أن ثابت بذاتها فيها كلام كر الذهبي هذا الحديث. فما أنكرنا هذه الكلمة إلا بعد معرفة أن تلك الأحاديث ما ثبت منها شيء في إثبات يا غالي، وأيضا أنكرناها من حيث أن كلمة غالي كلمة مجملة، أنت تريد بها الغلاء أنه طيب وغالي الثمن، يعني استعارة كما يسمونها، وهي قد تحتمل أنك تجرحه ترميه بالغلو فيقال هذا رجل مستقيم وهذا رجل غالي، فما دام فيها التباس تجتنب. وأيضا غالبا أن كلمة غالي ورخيص يطلق على ما له أثمان مثل المملوك مثل البقرة مثل الحيوانات المباعات، هذا رخيص وهذا غالي، هذه العلبة رخيصة وتلك غالية، أشياء غالية، والإنسان الحر ما له ثمن، ما يباع، ما يقال هذا حر غالي باعتبار هذا، إنما يباع المملوك، الحر ما له ثمن، ما تعرف له أثمان، كم قيمة هذا الحر، كم قيمة هذا، لو قال هذا الإنسان العبد كم قيمته، ما تستطيع تقول هذا، الدية ما هي قيمة. فإذا هذه الكلمة ما كان يعبر بها علماء الجرح والتعديل، ما وجدناها في كتب الأئمة المتقدمين كلمة يا غالي، واندرجت عند بعضهم المتأخرين ودرجت في بعض البلدان أكثر من بعض، فأنا أصحنا بأن أولى تركها، أولى تركها لهذه المعاني التي سمعتمها، ولأنه لم يثبت بها حديث، لو ثبت فيها الحديث على الرأس والغين العين، لكن بما أنه لم يثبت تلك الأحاديث التي ذكر منها حديث الصحيحة علقت عليه في الصحيحة، نعم علقنا عليه وقرأناه ونبهنا أنه لم يثبت، وأن تلك اللفظة قرأنا طرقها في حال الدرس أنها لم تثبت، الحمد لله بعض هذا التعليق موجود أظن حتى في الصحيحة مما إذا أردتم نكرر قراءتها يعني في الحاشية. نعم، فما كان النقد فقط عن عبارة عن عدم معرفة بذلك، ولكن قلنا هذا أولى تركه، ليس معناها على أنه يعني التشديد فيها، لكن الأولى تركه لاحتمالها والتباسها، فقد تقول يا غالي قال كيف ترميني بالغلو، أنا والله إني سني، الغلو أصحاب الخوارج، أنا ما أنا خارجي، هؤلاء أصحاب غلاة، والغلو مذموم في كتاب الله وفي سنة، لا تغلو في دينكم، قال الله عز وجل، قال النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا: فارموا وإياكم في والغلو، فحذر النبي صلى الله عليه وسلم، حذر الله من الغلو، نهى الله عن الغلو، وحذر النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عن الغلو، ويحذركم الله نفسه. لماذا نحن نأتي بالكلمات الملتبسات؟ ومعلوم من الأدلة ومن كلام القيم أن الكلام المجمل والكلام الملتبس أنه يسبب أنه منهي عنه عند السلف، أنه يخبط الناس كما في تلك الأبيات الإجمال، الله يبارك فيكم، هذا هو المقصود. وقام ذلك الأهوج العصبي المقيت، واحد قال له منير السعدي، هذا أهوج وعنده عصبية مقيتة وعنده طيشان وهذيان وثرثرة، حتى إنهم فيما أخبرون يخطب ويتكلم على الحجاور على المنبر حتى يخرج الناس يقول نريد نسمع كلام الله، هذا يتكلم فيه ويخرجون يذمونه ويظن أنه ما أدري سيفعل للناس ما يفعل من الأذى، والله ما ضر إلا نفسه، وينكر هذا بغير علم ولا حلم ولا روية ولا خلفية.
جهل مطبق الرجل عنده، فقط عنده الطيش والهنجمة. فمثل هؤلاء لا يكادون يفقهون حديث، هؤلاء أصحاب شغب، أصحاب مبدأ عنزن ولو طارت. يعني تعرفون قصة عنزن ولو طارت؟ يعني اختلف بعض الناس، قال هذه عنز، قال لا هذا طير، قال إذا نذهب ننظر، مشوا إليها فلما دنوا منها طارت، قال ألم أقول لك أنه طير؟ قال لا هي عنز ولو طارت. فهؤلاء بعضهم الذي يعارض ما هو مع العلم، مع الحجج، مع تحرير العلم ونصرة العلم ومع الدين والإنصاف والحق، وكما قال الله أن أقيموا الدين، لا مع فقط الشقشقة، مع الشقشقة ومع كذلك العضلات. نعم، حتى كلامه لو تسمعه كلام ما يستند فيه إلى الأدلة، يستند فيه إلى الشقشقة والبقبقة، أعوذ بالله من بعض من الخذائل. مثله صار عبرة للناس الآن في الانحراف، مثله من هؤلاء المضادين للحق والواقفين، يعني هكذا المشوشين على الناس بالباطل، والله صار عبرة للناس في الانحراف، اعتبروا يا أولي الأبصار. فمثل هذا احذروا منه ومن ضياعه، والله لا يصلح مثله أن يكون خطيبا، ما يصلح إلا أن يكون راعي إبل، والله ما يصلح أن يكون خطيبا في مثل هذا الذي لا يستطيع فيه تحرير المسائل ولا العلم والنصر له، هذا يصلح راعي إبل، وأسى أن يسلم الإسلام الإبل من شره.